الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تحية رياضية. غادي نتفكروا في هذه الحلقة أحد آلام الرياضة بمدينة مراكش، اللاعب الدولي السابق في رياضة كرة السلة المرحوم عبد الرزاق ويرقيس. كان رحمة الله عليه لاعب متكامل وفي جميع الرياضات، لكن معشوقته كانت هي كرة السلة. هو من أبناء حومة الزاوية العباسية، درس ثانوية محمد الخامس، التحق بفريق الطاقة المراكشية لكرة السلة منذ التأسيس ديالو في عام 1969، واللي كان كيترأسو المرحوم عبد القادر الكريسي، وكان الفريق آنذاك كيزخر بالنجوم بحال الرباطي، البرطاعي، جيليت، فقيه الكسار، والطاموشي، الإخوان بن شقرون، ومصطفى الرواس، وأقور، غابولا، سيكو، بن عبد الرزاق ولد القصور، والمدرب آنذاك كان العنطاري. حقيقة أسماء متعت عشاق الرياضة، والله يرحم الأموات منهم ويطول عمر الأحياء. المهم، وسط هذا الزخم ديال النجوم برز ويرقيس وتألق وعانق الاحتراف بالتيار البلجيكية في عام 1972، وبقى كيمارس حتى لغاية 1984، حيث وفاته المانية إثر واحد الحادثة ديال السير. كان رحمة الله عليه ظاهرة ذات زمانه، تميز بالاحترافية والدقة المتناهية في التسديد. عشت معه الجماهير الفرجة الفنية، وكان كذلك فريق الطاقة المراكشي لكرة السلة كيضاهي أقوى وأعتد الفرق الوطنية. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين. أحبائي، حتى نتلقاو في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، فضلا منكم دعموا القناة باش تطور المحتوى ديالها أكثر بالضغط على زر لايك والانضمام للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. كل التقدير والاحترام.